الدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة. شكرا لكم. الشخص المصاب اللي هو ظهرت عليه الاعراض المشتبه بعد ما بعت
مرة تانية، مجرد ما راح لها ما بيعملهاش ما بيزرعهاش وبيرفعها كذا مرة. لما نزلت الفضيحة بتتقلع بتلاقي في البسط فورا، بسط نورك تمام. هي اوريدي خلاص واجه مش دلوقتي واجه البيئة او الناس، هو ده الجزء اللي عليه العدوى، كل حاجة خلاص اتفطرت وهو قاعد عليه. فالفضل وانسى عم بيتلبس ما بتنفعش ابدا انا احط ايدي على وشي ولا البس الماسك ده مرة تانية. قصة ان انا بلبسه مش قادرة افهم ايه المصدر اكتر من ان هي هتبقى مصدر لنقل العدوى مكان ايديهم اللي هم ما بيلبسوهاش باستمرار، وان هم بيحبوا يحطوا ايده على وشه كذا مرة، بياكل وبيشرب شبعتين الفحة فده بيزود العدوى عليها، بالاضافة لان الرطوبة مكان التنفس والرذاذ فده مصدر دايم لنمو البكتيريا. فنفضل لكم ماسكات هي فيها بيتعمل بيه نشرة موزع على المدارس بيقول على كده خطيره جدا. تمام. الماسك اللي انا بلبسه اللي بيقول لي ما بيقدمش الحمايه المطلوبه. لا بس حضرتك نصك مع مدير التربيه والتعليم ويتعمل نشره لجميع المدارس. احنا قعدنا مع مدير التربيه والتعليم في الادارات التعليميه فيهم اربعه اثنين واتكلمنا معاهم، كان دي من احد التوجيهات والتعليمات ان هو بيتابع الماسكات بس هو ما زال اولياء امور. يبقى في متابعه برضه في نوعيه اكتر. عشان كده هنتناقش مع الجمهور عموما انهم عندهم اولاد وبنات في المدرسه لازم يكونوا معاهم مصدر مدرسه. اتفقنا على محافظه على ممارسه الرياضه وتناول الغذاء الامن واللي بيرفع القناعه عن الجسم. تاني حاجه دي صدر فيها تعليمات من مجلس الوزراء فعلا هي تدمر التجمعات الغير ضروريه. يعني المفروض ان احنا حتى جانا في بعض الانشطه الطبيه المنع فعلا زيارات المرضى زيارات اهل المرضى للمريض في المستشفى، دخول المستشفى غير المناسب. يعني انا لو ما عنديش حاجه ضروريه مش احسن حاجه ان انا اروح المستشفى. نتجنب ان احنا نكون في اماكن التجمعات. في بعض الدول منعت المسارح والحفلات والسينمات وجوائز التواجد في اماكن مزدحمه. تمام. يبقى ده احنا نقدر نتجنب احنا نفسنا احنا نكون في مكان مزدحم بشكل غير ضروري. الحفاظ على النظافه الشخصيه هنرجع ليها تاني بعد ما اتكلمنا في نظافه الغسيل الادي او الحوض، هنرجع تاني ناكد على النظافه الشخصيه، نظافه المكان، نظافه الاسطح، المكتب اللي احنا قاعدين عليه دي مسؤوليتنا احنا الشخصيه عن طريق بقى الكحول او الكلور، نحفظ بالميه ونمسح المكتب باستمرار بصفه مستمره ونغسل ايدينا تاني او نستعمل الموضوع ده لازم يتم بشكل مستمر طول ما انا موجوده في مكان العمل، لان انا قاعده في مكتبي ممكن حد يدخل يعطس الرذاذ تقيل وبيثبت على الاسطح، ارجع انا اتحرك وانقله على وشي بتجنب ملامسه اليد والعين والانف والفم، لان ده هي دي الطريقه العضو المريء الثاني للنقل العام. بننصح بتجنب السفر اذا كان غير ضروري وفي حاله الشعور باعراض الحمى والصرع، اللي يقدر ياجل السفر بتاعه يكون من الافضل. مش هيقدر ان هو يروح يعمل تحليل بي سي ار في التجمع وزهقه، يفضل انه ما يروحش كشف. الاجراءات على قد ما انا قلتها هم خمس اجراءات الميجر او المهمين او الاساسيين، شكلهم بسيط لكن ممارستهم وتنفيذهم مهم جدا، وهو ده الوسيله والسبيل الوحيد لينا للوقايه من المرض. في حاجه ثانيه عايزين نواجه بيها المرض هي تأكيد الشائعات، لان الشائعات عندها القدره انها تسبب حاله هلع وتفقدنا الثقه في الجزء الوحيد اللي بقى لنا في مواجهه المرض ده وهي الطرق الوقائيه لو احنا شككنا فيها. فاحنا هنقف نواجه المرض عظمى فعلا ما عندناش اي سلاح نواجهه، لا معتمدين على العلاج ولا على الوقايه ولا قادرين احنا نرفع الثقه ما بين المواطن والجهات اللي بتقدم الخدمات الصحيه. الموضوع هياخد عن السيطره بشكل مش كويس. فمواجهه الشائعات دي رقم واحد، التجمعات دي رقم اثنين، طرق الوقايه هوصيكم بيها وانها رساله تكون توصل لكل الناس عن طريق حضراتكم. انا دلوقتي هنتظر من حضراتكم اي سؤال اي استفسار اي اشاعه هتقولها. الخط الصحي للوزاره هو 105 لكن في ارقام الفريق ارقام الفريق الوقائي استاذن بقى دكتور محمد لان هم عدوني النهارده ان انا وزعت ارقام الفريق بس هو في حاجه اسمها فريق التصدي السريع بالمحافظه. ده فريق بيتكون من 7 افراد، رئيس الفريق انا دكتوره مروه ومعايا دكتور محمد كل مدير الترسل، معايا دكتور رند عدس مدير اطراف المعدات، دكتوره فاطمه مدير اطراف مشتركه، استاذ محمد عاشور مراقب عام الاوبئه، واستاذ معوض وحيد مراقب عام الاوبئه.
ايه في المستشفيات والمراكز الوحدات، عارفين ان الفريق فعلا متواجد وبشكل سريع جدا، يمكن اسرع من الاسعاف اكتر ولا ايه؟ بنوصل اسرع من الاسعاف. ف هستاذن بقى دكتور محمد نور هيسيب ارقام للفريق اللي هتحصلوا عليها. مكان العزل اللي المساعد فصصته لاي واحد سؤال جدا. طب خليني اقول حاجات من قبل ما يظهر مرض الكورونا المستجد ده. احنا عندنا حاجه اسمها الامراض التنفسيه الحاده، ودي موضوع بقاله شديد من ايام 2009 يمكن، كان ليها غرف ترصد وليها فرق ترصد، وكان من ضمن الاجراءات كان في حاجه اسمها غرفه عزل موجوده في كل المستشفيات، غرفه الامراض التنفسيه الحاده. ده مش موضوع مستحدث، بالعكس هو ممكن يكون بدا اسمه اكتر تدهور كلمه العزل عزل المستشفى. كل المستشفيات فيها غرف عزل جيده ومؤهله ومطابقه للمواصفات، في طرق للاحاله وتحرك الحاله. تم التنسيق النهارده باجتماع مع السيد الدكتور عادل تريلب مدير فرع هيئه التامين الصحي والساده مدير المستشفيات والسيد الدكتور مدير الاسعاف، بالتنسيق مع الطب الوقائي في كيفيه التعامل مع الحالات دي والابلاغ والتحرك من مكان لمكان والعزل. انت ممكن تطمنكم الاجراءات، يمكن انتوا حاسين انها شغاله اكتر بس هي موجوده من الاول، بس انتوا سامحين بيها فعشان كده شغاله كل المستشفيات دي معاها. تمام؟ عايزك يا دكتوره. دكتوره بس استفسار بس. طبعا معظم الحالات اللي بتجنن او الاصابه بتيجي متخفيه، يعني حد حامل الفيروس فبيدخل مصر يا اما عن طريق الطلبات او الموانئ او كذا، انا عارف ان دي مسؤوليه حد الصحي، بس مش عارف اكيد حضرتك عندك برضه فكره عن الاجراءات الوقائيه التي تتخذ في المطارات والموانئ والتشيك اب اللي ممكن يحصل على جميع يعني الناس اللي واقفين على مصر وكده في مدى كل مره. استكمال دكتوره بس سؤال مختلف عشان تبقى تجيبها واحده يا دكتوره، بس تبقى تجيبها واحده. هل يوجد تعتيم فعلا من الدولة؟ أنا عارف الإجابة بس عايز اللي عارف. أنا مسؤول عن جزء الدعم المركز الحالي الصحي، مسؤول طبعا معترف لأن هو منفذ الدخول للمرض هيكون من منفذ دخول البواني والمطارات، لأن هو من أول كل دول العالم ظهر فيها المرض فما تيجي مع القادمين حاملين المرض. تم رفض مركز استعداد القصوى في الحالة الصحي في المواني وفي المطارات، وخصوصا يعني تمهيد الوزارة وبتطبقها على الإجراءات اللي موجودة كمان في منافذ الحل الصحي في بوشتر. طب في توفير الوكالات بيتم تطهير جميع المركبات الوكالات سفر مراكب طيران، بيتم تطهيرها بشكل برضو على الجودة، وبيتم عمل خطوط متابعة لكل الناس القادمين، وبيتم متابعة القادمين لو هم مش داخلين على طريق منافذ دخول بورسعيد، لو جايين من منافذ القاهرة أو مطار القاهرة أو أي مطار تاني بيوصلنا عن طريق الايميل اسامي الناس، ولو في حد جاي قريب اكيد هيكون اتعامل مع اسم من اسامي العاملين بالطب الوقائي ونطمن عليه لمده 14 يوم. يعني كده باختصار. تمام. سؤال بالنسبه للتعتيم، لازم ارد على السؤال ده. اول تأمين ان احنا مفيش عندنا اي تعليمات بالتعتيم، هي وجود اعضاء الطب الوقائي ممثلين وزاره الصحه موجودين الصبح للرد على الاسئله والتوضيح، واللي انا المعلومات اللي بقولها لحضراتكم هي دي المنشورات اللي وصلنا من الوزاره. يعني احنا مش جايبينها على جوجل مثلا ولا دبليو، لا هي اللي جايه من الوزاره. تاني حاجه دليل على ان مفيش تعتيم النهارده وصل لنا جواب من مجلس الوزراء ومن القطاب بيطلب مننا ان احنا نزود حلقات الوعي والندوات اللي احنا بنقعد فيها مع الناس، وده جزء من شغل جديد مننا ان احنا نقعد معاهم. تاني دليل على ان مش مطلوب مننا اي تعتيم ان انا حاولت اختصر في الكلام عن الكورونا بعد كلام الدكتور مصطفى اللي انا هشام الجوافي، فتحت باب النقاش مع حضرتك تسالوني وانا رد وتم اجاباتها فيه ولا لا. الدكتور عايز اسال سؤال. طب انا رديت على السؤال ده لما الاستاذ سالني مين مستشفى العزل، قلت لحضرتك ان كل مستشفيات بورسعيد فيها غرف عزل على مستوى المحافظه من 2009، مفيش اي حاجه جديده. يا فندم انا رديت على الاجابه حقيقي، كل المستشفيات فيها غرف عزل، ما ينفعش انا اعزل مستشفى بالفؤاد واقول ما بقاش فيها غرفه عزل لان هي اثارت القلق عند الجمهور. كل المستشفيات مجهزه بنفس يا فندم. ما عندناش ولا حاله مؤكده ولا حاله مشتبهه، مفيش اي حاجه اتحولت. انا بطمن حضرتك، احنا بنحب ننزل مع بعض دلوقتي ونرجع
استدادة في حالات المستشفيات مستشفى مستشفى ما عنديش لا حالة مشتبه ولا حالة مخطوبة وده عدد دكتورة هارد أنا محمد ياسر عضو لجنة الإعلام أهلا أهلا هو احنا قرينا على وسائل السوشيال ميديا كويس يمكن في خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا إن كويس الوسيم أعلم إن في علاج ظهر ويقدروا يتوصلوا العلاج لمنطقة وهان اللي ظهر فيها دي نمرة واحدة. نمرة اتنين وزارة الصحة كانت مسافرة لتقديم مصر من اختراع مصر. أنا يمكن الموضوع ده فرقاه إعلامية يمكن احنا نعرف الموضوع ده لكن العامة طبعا السؤال بيتبادر لذهنهم ايه مدى صحة طيب. نمرة اتنين معلش أنا أسف سؤال تاني بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وقليل المناعة. إيه الإجراءات المتبعة أو اللي يقدروا يعملوها بخصوص المرض؟ طيب أنا عشان ما فيش ولا سؤال أول حاجة أصلا بعد ظهور العلاج أنا ما عنديش معلومة مؤكدة ده أنا سمعت برضه على السوشيال ميديا والقنوات الإخبارية العالمية قالوا لكن التعليمات والبروتوكول والجايد لاينز والتوصيات من منظمة الصحة العالمية هي الإجراءات الوقائية والعلاج التدريبي اللي بيقدمه الأطباء هو كافي إن شاء الله. بالنسبة لتقديم علاج من مصر لدول الصين حقيقي أنا ما عنديش خبر في الموضوع ده قريت بوست على الفيسبوك وبعدين تقريبا مش مصدق ولا كلمة على الفيسبوك. رقم ثلاثة كان سؤال حضرتك بالنسبة لكبار السن فنفس الإجراءات الوقائية اللي احنا اتفقنا عليها من الأساس هيتجنبها هيحاولوا يتجنبوا التجمعات هيحاولوا يتجنبوا إن هم يخطوا ناس قادمة من السفر وخصوصا لو في مدة أقل 14 يوم اللي هي فترة حرارة المرض وربنا هو الحافظ إن شاء الله. دكتورة ماريا وبعد إذنك ممكن أسأل سؤال تحليل البي سي آر بيظهر فيه المرض من كام يوم لكام يوم؟ وموجود هو هنا في نفس الساعة؟ لو هو دخل المرض مش قبل 48 ساعة عشان تظهر الأجسام يعني التحليل ما تظهرش إلا بعدها بيومين تمام والأسعار؟ لا مش عارف أنا بس هستأذنك وأرد على سؤال الأستاذ بالنسبة للأفراد المناعية والأفراد المزمنة أنا عارف طبعاً لازم نعمل كنترول يعني لازم حضرتك مثلاً مرض السكر يعمل كنترول للسكر بتاعه يتابع السكر يعمل تحليل على طول مرحلة حاجة حضرتك في الكلام يعني الفكرة اللي هو الأمراض عالية الخطورة اللي هم قلنا عليهم الهاي ريسك اللي هم الكرونيك ديزيز أو الأمراض المزمنة ربنا يشفيهم يعني احنا قلنا لازم علاج أو كنترول بتاع الأمراض دي من يتعالج صح يعني أمراض الضغط مثلا حد عنده ضغط لازم يتابع الضغط بتاعه ياخد علاج بتاعه مظبوط يعمل تحاليل على طول الكلى يتابع فدي مهمة جدا ان هو يحافظ على ان تبقى صحته جيدة بقدر الامكان ما بقاش زي الاخرين هو يحافظ على نفسه مثلا انا امراض الكلى ولا امراض الكبد يتابع يعمل انفيزيجيشن يعمل فحوصات للانزيمات الكبد يتابع على طول يعمل سونار المتابعة مهمة جدا السكر كذلك يحافظ على الاكل يحافظ على المناعة بتاعته الاكل الدايت الرياضة الحاجات المهمة جدا احنا للاسف هنا في مصر زي ما قلنا قبل كده احنا شعب برضه موسمي يعني في رمضان بتلاقي الجوامع كلها مليانة الناس بتصلي الفجر وتعيط وتصلي والقيام والتهجد وكده اول ما يخلص رمضان خلاص كذلك الرياضة حتى واحد يروح جيم مثلا يقعد ساعتين شهرين الرياضة لايف ستايل طول عمره بيلعب رياضة الناس بره بتلاقي راجع عنده 120 سنة والباسكت بتاعه او ماشي بالعجلة او بيعمل الملف حول التراك فهي الرياضة دي بالنسبة لنا برضه بتزود المناعة بالنسبة للشخص المفروض فده سؤال حضرتك يعني اللي حافظ على نتابع المرض بتاع حد عنده كورونا ارتز مثلا هو الشرايين التاجية ياخد علاج ويعمل الدومنا وياخد فحوصات ويتابع دكتور القلب بتاعه يعني المتابعة الجيدة بتبقى المناعة أحسن وبالتالي بيبقى قدرته على التصدي للميكروب أكتر فده السؤال بتاعك. طب يا دكتور يعني لو سمحت يعني رغم الإجراءات اللي احنا سمعناها من حضراتكم عن الإجراءات الوقائية اللي بتقوم بها وزارة الصحة هتفسر بإيه إن السائحة التايوانية اللي نقلت الفيروس
لمجموعة من العاملين المصريين على السفينة؟ ازاي الكلام ده؟ انا متخوف كمواطن يعني. اكيد. ولا في متابعة ولا هي مع ان العالم كله بيقول ان المفروض احنا لا الناس دي لا نخليهم برا ما يخشوش. ليه احنا بنعمل دعوات زي كده؟ زي مثلا السفينة اللي نزل منها 1116 سائح صيني عندنا في بورسعيد، ولو واحد مشي بعجلة بس خلاص بورسعيد راح. انا متخوف كمواطن يعني. حضرتك بتنصحنا وبتوعينا، ده حاجه جميله جدا وانا استفدت طبعا، ولكن انا متخوف من اجراءات وزاره الصحه لذلك. انا هساعد الدكتوره مروه لان هي مديره الطب الوقائي في بورسعيد، وهي المسؤوله الاول عن مرض خط الفعل الاول في بورسعيد، هي والفريق الطبي اللي معانا. هستاذنها تدور على الفريق. رجالة